ايوه جاي. وانا بدوي. ايوه يا باشا. انت حاطط لي كام معلقه سكر هنا يالا؟ اتنين يا باشا. انا بشرب باتنين؟ لا تلاته يا باشا. اجري هات معلقه اجري. بس كده عينيا. ايه ده؟ ازيك يا ابو رحاب؟ الف سلامه ليك. مالك؟ اتفضل اتفضل. ازيك يا عادل؟ ايه اللي حصل لك يا ابو رحاب؟ بقول لك ايه يا عادل؟ ما تعرفليش سكه عيال بلطجيه؟ ليه عايزهم يضربوك تاني ولا ايه؟ وانا مش هسيب حاجه يعني مش هسيب حاجه ولازم انزل اتخانق تاني. ايوه بس يعني ابو رحاب متهيألي استنى لغايه اما تخف شويه عشان ما تنزل تتخانق وتتضرب يعني تتضرب على ميه بيضة. انا ابو رحاب علشان نورهم يتعمل كده فيا ويحصل لي ده؟ ايه اللي حصل لك بس يا ابو رحاب؟ يا ابو رباب. ابو رباب اخوك؟ اخويا هو اللي عمل فيك كده؟ لو كان موجود ما كانش ده حصل. مات الباقي في حياتك. حياتك الباقي؟ والله انا ما اعرفش. انا لو كنت اعرف كنت جيت عزيت يعني. وهو كان عيان ولا ايه؟ صحته كان ازاي البوم؟ شاب في سنك كده وعنده بنت سنها من سن بنتك ياسمين، وكان قاعد في امان الله مع امه واخته ومراته وحماته واخت مراته، وهوب طب مات. طب استأذن انا بقى ابو الحاج. تستأذن ايه؟ ما كملتلكش. اصلي بقى ده ساب ورث كبير قوي. الورث ده كل واحد ليه قرش فيه قعد يعض في اخوه، وفي الاخر جه ابو ايهاب عض في الكل. ابو ايهاب عض في الكل؟ طب وانت عملت ايه؟ ما هي الحاب ما شكتتش، عضت في ايهاب وايهاب ما شكتش. عض في ام رحاب. عليك نور. انا بقى ما شكتش انا راح. وانت برضو عديت فيه. بس عديت ايه؟ انت واضح ان انت اللي خدت عض ما لحقتش تعد بقى. انا ما كانش قصدي، انا كان قصدي كله الصلح وخلاص، كنا هنصلح ونبقى كويسين. جت ام رحاب عضت ام رباب، الدنيا ولعت، راحت جابت اخوها ابو خالد عض فينا كلنا. ايه العيله اللي اتسعر دي؟ عادل دولا 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 حبيبي عادل عادل دولا، انت مستجني ليه دولا؟ رمزي رمزي سيبني دلوقتي خالص عشان عمال افكر في موضوع كبير. طب حس انه كبير بقى يا دولا فممكن يسعنا انا وانت. يا ابني انا بفكر في موضوع كبير مش في اوضه نوم تسعنا احنا الاثنين. سيبني يا رمزي لو سمحت. طيب خلي بالك بقى يا دولا لان انت بتتصرف ساعات غلط، والغلط ده ممكن يقلب باخطاء. ولا رمزي ابعد عني السعاده، يعني انت لا بتفكر ولا عايز تسيبنا افكر. طب دولا انا يعني كنت عايز حاجه منك يعني، بس يا ريت تبقى بيني وبينك سر. سر؟ انت عندك اسرار يا رمزي؟ قول يا ابني، قول لي اي سر انت عايزه. سرك في بير، انا ابن عمك. كنت محتاج منك 1000 جنيه سلف. ولا كأني سمعت حاجه. سرك في بير ما تقلقش. 1000 جنيه اللي انت عايزهم يا ده صايع، تعمل بيهم ايه ال 1000 جنيه؟ يا دول انا بقى عايز اعمل عمليه في عينيا علشان اشوف بيها من غير النضاره دي. يعني انت متضايق من النضاره؟ انت بتشوف كويس بالنضاره؟ طيب عايز تغير ليه النضاره يا ابني؟ بطل طمع بقى رمزي، بطل طمع. يعني يا دولا يعني هو الانسان هياخد ايه يعني في دنيته دي يعني، ولا هيسيب وراه ايه يعني؟ يا رمزي انت مسيت الوتر يا ابني، اكيد من غير ما تقصد. فعلا الانسان هياخد معاه ايه؟ رمزي عايز اسالك سؤال مهم جدا، وفكر قبل ما ترد على طول. يعني دلوقتي لو انت مثلا جيت يوم الصبح كده هو صحيت من النوم لقيتني بعد الشر يعني ان شاء الله انت لقيتني مت. بعد الشر عليك يا دولا، انت لو مت انا مش هصحى. يا سلام يا سلام، اصيل يا ده رمزي. طبعا مش هتصحى من الزعل عليا طبعا. لا يا دولا، لان انت اللي بتقعد تصحيني كل يوم علشان البازار والزفت ده. البازار والزفت؟ البازار والزفت؟ ماشي يا رمزي. طيب يعني عموما صحيت، ما انت مش معقوله هتفضل متهبب نايم يعني طول عمرك، اكيد هتتهبب تصحى. صحيت، تفتكر بقى في البيت عندي هيكون شعورهم ايه؟ يوه خد يا عم عندك. اول حاجه دولا رانيا مراتك هتفرح علشان هي هتنام لوحدها على السرير علشان انت نومك كله ترفيس، وسناء هتقوم ترضى بقى امك وتخليها تنام عند رانيا علشان امك نومها كله ترفيس. نوم امي كمان كله ترفيس. ماشي ماشي، انا مش عايز اتكلم معاك، مش عايز اتكلم معاك يا رمزي خلاص. ليه يا دولا؟ لان كلامك كله ترفيس، ابعد عنا يا رمزي. طب دولا انت ما سالتنيش يا عم بقى امك يعني بعد الشر لما انت تموت هي هتعمل ايه؟ ما انت خلاص قسمتها يا ابني، امي هتنام في السرير لوحدها.
لا يا دولا، امك بقى هتطمع في السريرين وهتقوم ضمهم على بعض وهتتجوز الست الكبيره دي، هتقوم متجوزها وتشرد بقى البت ياسمين وتطرد رانيا مراتك دي، ورانيا هتقوم جايه هنا في البازار وتقوم ترضاني بره. بس انا يا معلم مش هسكت لها، ما تزعلش يا دولا. لا ازعل ليه، ما انا بعد ما اموت اكيد ده مش هتبقى مراتي يعني، عادي. بالظبط، هقوم بقى جايب رانيا دي من شعرها كده في البازار، وبنتك ياسمين دي كده من شعرها، اطلعوا بره. وهقوم بقى جايب امي بقى هنا، هو انت اقعد مكانك في البازار يا دولا. طب وانت هتعمل ايه؟ انا عادي يا دولا، زي ما انا انضف البازار، امي تهزقني. يعني الشر اللي انت عملته ده كله عشان تفضل زي ما انت مرمطون في البازار كده؟ يخرب بيتك يا دولا. يا دولا القناعه كنز لا ينفذ. لا ينفذ، انا اللي غلطان اني بفتح اي مواضيع معاك. يا نهار ابيض، ذاكر رمزي الاهبل بيفكر بالشكل ده. امال المصايب اللي عندي في البيت بقى هيعملوا ايه عشان الورث ده؟ دولا انا عندي فكيره اقولها لك. لا ما تقولش. عينيا حاضر. يا دولا اتوصى بيهم قبل بعد الشر ما تموت. اتوصى بيهم اعمل لهم ايه؟ انزل لهم سلطات زياده يعني؟ يا عم بقى افهم بقى. انا اسف، انا غبي، انا اسف. اتفضل حضرتك فهمني. اخلص. اتوصى ديا يا دولا يعني اكتب لهم يعني قبل ما تموت الله يرحمك، يعني كل واحده هي هتاخد ايه؟ بيتك قصدك الوصيه. الوصيه ايه يا عم بقى؟ الوصيه دي المسلسل كان بيجي في التلفزيون يا دولا، بتاع احمد عبد العزيز واخته الكبيره لبنى عبد العزيز. ايوه صح، دول اخوات بقى محمود عبد العزيز ولاد الحاج عبد العزيز. يا جماعه انا جامعكم النهارده عشان اقول لكم ان الاعمار بيد الله. يا سلام، ومن امتى عرفت المعلومة دي؟ انا اقصد يعني اقول ان محدش ضامن يعيش لبكرة. يا بيبي ما تقدرش تقول كده، لان المعادلة الرياضية بتقول ان العمر الافتراضي للانسان يتناسب او لا يتناسب جزئيا او غير جزئيا مع حالته النفسية. ايوه بس الرياضة عمرها ما بتطول العمر، المهم يا حبيبي انك ضميرك الحي يبقى صحي على طول، وتحط راسك على المخدة وتنام على طول. ايما المشكلة بقى فنام على طول دي، ان الموت طبعا علينا حق يعني، ده وضع طبيعي، وده اللي انا عايز اقوله لكم يعني. بعد الشر علينا كلنا، ليه بتجيب السيرة دي يا ابني بس؟ يا ماما ده واقع، لازم الواحد يبقى عارف والانسان يتعامل معاه ببساطة يعني. الكلام ده موجه ليكي يا مجيدة، الحقي بقى يلا قومي كفري عن بعض من ذنوبك. يعني انت عايزاها تقوم تعمل ايه يعني؟ تمد ايدها في شغل البيت شوية. ايه تمد ايدها في شغل البيت وذنوب؟ انت اتجننتي في مخك ولا ايه؟ انا الحمد لله حياتي كلها حلوة، وكمان الصفحة بتاعتي بيضة ما فيهاش نقطة سودة ولا خدشة واحدة. ليه آخر مرة رشيتي امتى؟ يا جماعة ارحموني بقى يا اخوانا، حرام عليكم، في ايه أكتر من الموت يخليكم ما تتخانقوش مع بعض؟ بس بقى تسكتوا، خلي الراجل يعرف يتكلم. الله، ايه العبط ده؟ شايفه ماما عامله فيها مؤدبه، وادي الراجل فرصه خليه يعرف يتكلم. مؤكد عايزه منه مصلحه. يا باي يا باي عليكي وعلى، ارحمي نفسك وفي السوس اللي عمال ياكل في لسانك ده، مش معقول. بس مالكيش دعوه بنتي، هي بتتكلم صح. خلاص انا بقى مش قايل حاجه، وانتوا الخسرانين. خسرانين ليه يا عادل؟ هو انت كنت هتقول حاجه فيها مصلحه يعني حاجه كويسه؟ طب اهدى كده وقول، تحب اعمل لك شاي؟ انا اللي عامله نفسي مؤدبه ولا السوسه اللي عماله تتدحلب وتتسحلب علشان اكيد عايزه في مصلحتها حاجه؟ ها خلصتوا ولا لسه حد عنده شتيمه للتاني؟ انا مستعد يعني استنى، بس اهم حاجه ما حدش يقاطعني. حد عنده حاجه؟ استنى بقى، اوكي دي واحده، انت كلبه وقليله الادب ومش متربيه ومش هنقطع. طب استني بس، استني عليا بس، ما خلق هتشوف. اتفضل يا عادل، ما حدش هيقطعك. يا جماعه انا قررت اقسم ثروتي قبل ما اموت. ليه وانت حاسس ان هتجيلك ثروه قبل ما تموت؟ انت بقى بالذات بقى يا سناء مش مدخلك في الحسبه بتاعت الثروه. تقسيم ايه وزفت ايه؟ ربنا يديك الصحه وطوله العمر يا حبيبي. يا ماما الاعمار بيد الله، وده واقع يعني، فالواحد عايز يظبط كل حاجه عشان ما يحصلش بينكم مشاكل. حبيب قلبي، احنا كلنا هنا بنحب بعض وما نقدرش نستغنى عن بعض ابدا. وعمرنا عمرنا يا عادل ما هنعض في بعض. انا متاكد يا سناء ان انتوا هتعضوا في بعض، اذا كنت انتوا بتعضوا في بعض وانتوا ما حلكوش اللضا، امال بقى لما يبقى عندكم بازار والشقه دي هتعملوا ايه؟ اكيد هتعضوا يعني. لا لا يا عادل، كل الحاجات دي ما تسويش اي حاجه جنب الحب اللي بينا. الامور هو ده بقى الكنز الحقيقي. الامور ايه بس يا حماتي؟ يعني يا ريت تنسي حكايه الافلام الفرنساوي دي، بانوراما الفرنسيه اللي بيجوها في التلفزيون لغوها خلاص. عادل بلاش تتكلم في الموضوع ده، ده فال وحش خالص. انا داخله اوضتي وانا زعلانه منك. ها
وانا يا ابني بشتغل وبصرف على نفسي ومش محتاجه حد، هاخد منك ايه انت يا مقشفر؟ يا خوفي منك انت بالذات يا سناء، لان انت بقى في العض عارفك، زمان ما كنتش بتسيبي حقك. بقولك ايه، سيبني اروح انام، انا اللي حمسك طابور الصباح الصبح في المدرسه وانت عملتك. يا عمي سيبني انام. تمسك طابور الصباح يا عيني، ده العيال مش هيروحوا اكيد. بقولك ايه عادل، انا زعلانه منك جدا عشان الكلام اللي انت بتقوله ده مزعلنا كلنا بصراحه. اه وانا كمان، لان الحاجات اللي انت بتتكلم فيها دي مفيش حد فينا بيفكر فيها خالص. عادل انا ليا الشقه، ودي مش انانيه مني ولا حاجه اطلاقا. انت عارف يا بيبي الشقه من حق الزوجه، وده مثل شعبي معروف. الشقه من حق الزوجه ده مثل شعبي؟ ده ايه الحلاوه دي؟ امال يعني قعدتك اللي طول النهار وطول الليل قدام التلفزيون دي ما استفدتيش منها حاجه؟ بيبي شوف بقى، انا بقول لك اهو، انا لا يمكن اسيب حقي وحق بنتي. انا بقول لك اهو، ده بالنسبه للشقه، اما بقى بالنسبه للبازار ودخل البازار فكله هيبقى برضو ليا ولبنتي. اعتقد ده حق مشروع. ده حق محشور وبالعافيه كمان. يعني ايه؟ يعني ايه؟ لا شقه ولا بازار؟ انا ما قلتش كده يا ستي، بس كل واحد برضو لازم ياخد حقه. رانيا اوكي انا موافقه، انا كل اللي طالباه منك انك بس تسيب لي لجام الامور. اسيب لك لجام الامور على اساس انت بقى ايه ماسكه اللجام وراكبه وانا حمار يعني؟ يا بيبي ارجوك يا حبيبي، انا مش حامل مشاكل مع مامتك واختك، ثم ان انا بصراحه كده عايز امن مستقبل مامي. امني مستقبلها؟ طب ما دخليها حقوق او تجاره على اساس ده يامن مستقبلها. مستقبل ايه يا رانيا؟ صباح على خير. صباح على خير ايه؟ وبعد ما تنام؟ بعد ما نام بقى بكره ولا بعده ان شاء الله هبقى افكر في الموضوع ده واقول لك على القرار اللي انا خدته. وبعدين لاحظي بقى ان انت الوحيده في الستات كلها اللي اتكلمت في الموضوع ده، فهمي ده معناه ايه؟ ها؟ صباح على خير. معناه وانت من اهله. يا عم قولوا اتفضلوا. اتفضلوا ايه؟ اقعدوا ولا اتفضلوا امشوا؟ اتفضلوا كلوا. اتفضلوا كلوا، ماشي غرامه عناية. حاضر، اطلب لك ايه؟ لا يا عادل خلاص، طالما انت اكلت كاني انا اللي شبعت. الله على الحنيه، على اساس ان انا لو جالي برد انت اللي تعتصي يعني. طول عمرك دمك خفيف يا مضروب. ما عارف ان دمي خفيف، اخلاصي عايزه ايه؟ ابدا يا عادل، انا الاول نتكلم بصراحه. اوي اوي، اتفضلي اتكلمي بصراحه، اتفضلي. طول عمرك ما بتخشش دماغي بشلن احمر. اه بدانا قله ادب، ممكن اقوم الطشك على دماغك على طول. لا انا بتكلم بجد يا عادل، طول عمري شايفه ان انت متدلع ومرفه ومستهتر. مستهتر؟ اولا وضع طبيعي جدا ان انا اتدلع، لان انا الراجل او انا الولد اللي جيت في العيله يعني، وبعدين انا ذكي جدا عنك، ويعني دمي خفيف جدا عنك، وكل الناس بيحبوني عنك طبعا يعني. اوكي انا ما بنكرش انك كنت مدلل اكتر مني في الاسره، بس انا عايز اتكلم في حاجه تانية دلوقتي يا عادل. انا فجاه حسيت انك بقيت راجل. راجل يا عادل. يا سلام، يعني انا اول امبارح كنت عيل والنهارده بقيت راجل؟ ده ايه الايام اللي بتعدي بسرعه دي؟ قصدي يا عادل ان انا اتغيرت وجهه نظري فيك بعد حركه الوصيه دي. حسيت قد ايه انت قلبك علينا، وقد ايه انت متحمل المسؤوليه راجل. على الله يطمر بس. ما عشان كده انا جايه لك يا عادل، عشان اقف جنبك بافكاري. ربنا يستر. ايه بقى الافكار اللي عند حضرتك؟ ايه رايك يا عادل تبيع الشقه وتبيع البازار وتقسم الفلوس دي علينا كلنا؟ طب وانت يا سناء لو خدت نصيبك هتعملي بيه ايه؟ ابدا، هدفع مقدم في شقه من شقق نقابه المعلمين، اصل الشقه دي بالقسط، وهشتري عربيه صغنطاطه كده على قدي. عربيه صغنطاطه؟ ايوه، الواد حماده بزوكا اللي هو ساكن على ناصيه شارعنا، عارفه؟ عنده حته عربيه يا عادل قد كده، يا دوبك تشيل نفرين، لونها فوشيا ميتاليك متجنطه، والكاسيت باوكولايزر وتويتر، ولا اسمه ايه البتاع اللي ورا ده؟ سبويلر؟ سبويلر، السبويلر اللي ورا بيبرق فظيع. الكاسيت بتويتر وكولايزر. أه. الكاسيت ده بيبقى جوه العربيه. شفتيه ازاي يا سناء؟
ما هو اصلا ما فيش حمادة بازوكا لما كنت متأخرة على المدرسة فكنت عايزة الحل المسلسل وكانت الدنيا حر وما فيش المواصلات زحمة فهو اللي في العربية. وانت رايح المدرسة الصبح ده على اساس ان انت بتدرسي في معهد سينما يعني؟ لا ما هو اصل الولد ده اللي كنت قبل كده في المدرسة اللي كانت جنبي كنت بدل يعني هو واصحابه اللي ما تغيرش الموضوع ما تغيرش الموضوع خلينا موضوع الوصية. عموما موضوع بازوكا ده مش هعديه يا سناء. الوصيه بقى يا ستي انا حر فيها واعمل فيها اللي انا عايزه. انت عايزه منها ايه يا سناء؟ عايزك تبيع الشقه وتبيع البازار. حلو قوي. يعني انا لو بعت الشقه وبعت البازار حضرتك ما فكرتيش هنعيش ازاي؟ انا عن نفسي هعيش من مرتبي واشتري شقه واشتري عربيه ما يخصنيش تعيشوا انتوا منين. سناء غوري من وش يا سناء. يعني ربط مع الواد بازوكا؟ ربطي مع بازوكا جامد عشان يفرقع في وشك وانا اللي هفرقعكوا يا سناء. ماشي عادي. السلام عليكم. مع السلامة. خرب بيت الوصية على اللي فكر ان هو يعمل الوصية. انا اللي غلطان انا اللي غلطان. نجلاء هاتي الجاتوه من تحت السرير. اطلع البلاك فورست ولا الاكلير؟ لدو الاتنين يا حبيبتي. ايه ده؟ ما شاء الله انتوا فاتحين مصنع تحت السرير ولا ايه؟ انت عارف يا عادل اني ماليش فيه. وانا كمان. طب ما دام مالكوش فيه انتوا الاتنين جايبينه ليه يعني؟ يا عادل انا قصدي على الميراث. ماما تقصد الوصية. الوصية. لا اتكلمي اتكلمي. انا عارفة يا عادل ان انا مش من حقي ان اتكلم في الموضوع ده. وانا كمان. انتوا الاتنين مش من حقكم عايزين تتكلموا يعني قصدكوا ايه؟ حسدنا يعني ان احنا عارفين انك انت راجل محترم ومؤدب وحسيس ومش ممكن هتسيبنا نتشحطط من بعدك يا عادل. وانا كمان. بس حضرتك انا واثق ان لو سبتلك مال الدنيا مش هيكفيكي. يا عادل انا مش بتكلم عن حق عن حقوقنا انا بس انا بعتصفك علشان انت جوز بنتي وانا عارفه انك راجل حنين ومن فضلك من فضلك ولازم لازم انك تحطنا في الحسبانات بتاعتك في الميراث. حسبانات وميراث بتتكلمي على ايه بس يا حماتي؟ عادل عادل يرضيك ان انا انحرف؟ وانا كمان. بص يا حماتي الحكايه دي متهالي فاتقه وانا بس طبعا ما يرضينيش يعني. يبقى خلاص لازم تكتب زيهم بالظبط في البازار وفي البيت تكتب لك كل حاجه زيك زيهم بالظبط. يكتب لك يا مجيده يا سوسه يا تعبانه اكلي جاتوه شوكولاته انت فاكره عيل صغير؟ يا سناء انت ايه اللي جابك هنا؟ ايه اللي جابني ده يا عادل؟ بقول لك ايه الست دي وبنتها ما لهمش قشايه في الشقه والبازار يا عادل. انت مالك انت تدخلي في اللي مالكيش فيه خالص انت عادل هيكتب زيكم بالظبط. ايه يكتب؟ بقول عادل لا هيكتب ولا هيمسح. يا مجيده يا عره ماما ماما في ايه في ايه؟ تعالي اتفرجي بقى على مجيده العره دي قال ايه. عايز اخويا عايز يضحك عليه وتخليه يكتب لها في البازار والشقه زي ما بيكتب لنا يا ماما. عايزين تورثوا ابني بالحياه يا الماما يا دنيا شحاتين يا جعانين. يا سلام يا ماما ما انت امبارح يعني حضرتك كنت عايزه تورثيني بالحياه برضو. انا امك ومن حق اعمل اللي انا عايزاه. هو في ايه بالظبط؟ يا رانيا يا رانيا يا رانيا الحقيني حماتك وبنتها عايزين يخرجوني من المولد من غير ربع كيلو حمص. انت مالكيش اي حاجه في الحمص وانت قلتيها. ايوه مالكيش اي حق. لا هتقعد في نصيبي نصيبي في الشقه وفي البازار بما ان الشقه من حق الزوجه. ايه ده عادل خد موقف. انا من رايي نقفل على الموضوع ده دلوقتي. نقفل ده احنا لسه هنفتح. بقول لك ايه يا عادل الشقه دي ماما هي اللي جايبها لك. ايوه انا بعت شبكتي عشان اجوزك. والله انا ما يهمنيش التفاصيل دي يا مامي انا كل اللي يهمني ان كلهم كده ضيوف عندي. سامع يا عادل اكتب الوصيه باسمي. لا باسمي انا. قلت لك بيه عشان نخلص من الاشكال دي. عادل عادل ابوس الجدم وابدو ندماتي على فعلاتي تحطني في وصياتي. وانا كمان. اسمها وانا كماناتي بقى عشان تبقى ماشيه مع ماماتي. انت لسه عايشه؟ انا امك اديني كلمه الوعد. وانا زوجتك ومستنيه الرد. وانا اختك ومستنيه العقد. يا جماعه كفايه بقى حرام عليكم بجد. بصوا يا اخوانا كل واحده فيكم تتكل على الله تروح اوضتها. انا مش هعمل اي ميراث ولا هعمل اي وصيه ولا اي حاجه. اما موت بقى يبقى الميراث الشرعي والميراث الشرعي بيقول للذكر مثل حظ الانثيين وبما ان ولا واحده فيكم تعتبر ذكر يبقى مالكوش اي حاجه. سلام عليكم.
دولا، انا كنت طالب منك طلب في الوصيه. يا ادي الوصيه، عايز ايه يا سيدي؟ عايزك تكتب لي التماثيل باسمي. اشمعنى التماثيل يعني؟ علشان ابيعهم يا دولا بقى، واعمل العمليه اللي في عينيا دي علشان اشوف من غير النضاره. يا انت مفيش في دماغك غير موضوع العمليه؟ لعلمك انا ممكن انا بايدي اعمل لك العمليه من غير دكتور ومن غير اي حاجه، يعني مش هتحس باي حاجه ومن غير فلوس كمان. معقوله دولا؟ امال ايه؟ عارف شنطه الاسعافات اللي عندنا؟ اه روح هات هاد وانا اعمل لك العمليه. هوا دولا هوا. خرب بيتك، مش فاهم ان انا مش دكتور يخلي اي حد يلعب له في وشه كده. اهي يا دولا، اهي يا دولا الشنطه اهي. هات جدع يلا اقعد بقى. ماشي يا دولا. يلا على النضاره. اهي يا دولا. بص القطنه دي حطها كده اهو، والقطنه دي حطها كده اهو. امسكهم بايديك، امسكهم بايديك جامد اهو. دلوقتي هنخش على مرحله الشاش الطبي. ربنا يخليك يا دولا ليا يا رب. انت اتعلمت الحاجات دي فين يا عم؟ يا ابني انا فاهم كل حاجه يا ابني. استنى استنى يلا استنى يلا. ايه دي؟ قلت لك برده ايه، شكرتون كده اهو، عشان عاملك ايه كانك سلك عريان مثلا. انا كده خلاص يعني؟ اه خلاص. طب هنشيل الشاش امتى يا دكتور؟ دلوقتي حالا اهو. قولي بقى شايف ايه؟ سواد يا دولا. ايه مش شايف حاجه؟ مش شايف اي حاجه دولا. بجد يلا يا رمزي؟ خالص. طب دول كام؟ مش شايف يا دولا. بلاش دول، دول كام؟ مش شايف دول برضو يا دولا. يخرب بيتك. طب دي ايه؟ دي ودني. خضتني يلا يخرب بيتك.